كل شيء، داك الشيء اللي عندك واللي بغيتي تقوليه قولي، شي اللي كيضرك في خاطرك قولي، شي اللي محتاجة قولي، يعني الواقع. صباح كتبيع فيه الحلوة؟ ها؟ اش كتبيعي فيها الحلوة للدراري؟ اه كنبيع اختي الحلوة، كنبيع الحلوة، كنبيع الطيخات. بسم الله. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم ومباشرة من مدينة خريبكة، بالضبط من حي السلام. مرحبا بكل متتبعينا اينما كنتم، داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. وحنا كنتواجدوا عند واحد الارملة، ارملة اللي كتعيش قمة المعاناة، ارملة اللي كتعيش مشاكل، ارملة اللي ما عندها لا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى. ونطلب الله نكون لها سبب خير باش نوصلوا المعاناة ديالها والصوت ديالها. أرملة عندها ولد عنده 36 سنة مريض نفسيا. أرملة ما عندها في كتافها حتى شي حد، يعني إلا ما خدماتش ولا إلا ما ضرباتش التمارة ما تجيبش لقمة العيش. أرملة مريضة وتعاني في صمت، ما حس بها غير الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نعطيوها وتشوفوا يعني معاناتها. هي دايره هذه الكروسه، هذه دايره فيها يعني بعض الحلويات ونفخات الوليدات الصغار، كتحاول انها تجيب داك القوت اليومي لها ولوليداتها. غلبها الزمان. اليوم قالت غادي نتقاسم المشاكل ديالي مع المتتبعين، نتقاسم المشاكل ديالي مع المغاربه، نتقاسم مشاكلي مع كل المسلمين، لأن يعني الحمد لله حنا كنحسوا ببعضياتنا وكنعاونوا بعضياتنا وكنوقفوا بجنب بعضياتنا. المشكل اللي زادها اكثر هو عندها مشكل في الدار، اللي غادي نسمعوا ليها وعاد نضربوا دويره في الدار ديالها باش تفهم الواقع عليها اكثر. تفضلي اميتي، عرفينا بسميتك، قولي لنا سميتك، قولي لنا مشاكل، قولي لنا معاناتك، داك الشيء اللي ضرك في خاطرك احكيه. انا عايشه من حي السلام، وضيع ليا المحيل المحيل، دعيت عليه، درت محامي الاول ما بين ليا. واخا درت كيفاش بعدا شريتي هذا المحل هذا من بعد ما مات راجلك الله يرحمه؟ شريت المحيل ودخلت ليه. مالي قلت للسيد اللي باع ليا كيفاش تعرف هذا المحل؟ قال لي راه فيه المرار غترجعوا لك. يعني هنا شريتي ب هذا سميتو فيها كراج ياك؟ فيها كراج، دار السيف ليا صالح للسكر، مكتوبه ليا في الورقه. نعم. دزت لعاد المرار قلت لها خوي ليا المحل، قالت لي واحد النهار غنخويه لك وانا غنبيع الفوق. واحد النهار داز واحد النهار، مشيت انا الرباط فتح، جيت استباعت الفوق وعطات المحل السيد سكن فيه. ملي مشيت له وانا قلت له خوي ليا المحل، ناض وهز البشكليطه ديالو مشى للمحافظه بغى يحفظ. قالوا لي خاصك تجيبي لنا اللي كيسكن في البقعه. مشيت معاه مديت الوراقات قراهم، قالوا لي لا هذا المحل من نصب هذا المراه لتحت شاريه على الشياع، ما كاينه لا قيس ما لا والو. انت شاريه هاد؟ علاش هاد المراه هادي سفليه بهذاك الكراج؟ بهذاك الكراج. علاش هاد المراه تضيع في حقها وتا يصيها مراه مقتي عليها ما قارياش وما عارفاش؟ علاش شاد لما حالها مضيعها فيه؟ ناض وبناب قالوا ليه في المحافظه. ناض بنابنيه الفوق، مشى جاب داك المهندس عبر داك دار داك المونيغرافي ولا شي يقول ديال التحفير. قالوا لي ودي علاش زيد فوق البني من الفوق؟ قال لما حالي، قالوا لي ما تمكنش ما حالك، هاد المرا خاص قسمه معاها، راه ضايعه في المحاله لتحت. كيفاش هي بهذاك البيت ناعسه فيه؟ ما صايبهاش حتى فين تتسع، الدري ناعسه فوق الواد الحار. هاتي اختي غتصوري وغتشوفي حالته كيفاش دايره فيه، ومريض وانا مريضه تنعاني فاتحه في مولاي عبد الله، تنمشي تنسواني ما عرفتش كيفاش ندير. ملي تلحق المحكمه تيعود العرق يكثر معايا، تيعود هو تيلاحظ فيا. قالوا لي ودي هاد المرا ما تغمقيش عليها المحاره ديالها من حقها، دابا راه مسدود ضايعه فيه، ما سلاح لي لا الحيل، ما عادي لا ميتيال. وزاد بنفس السطح وانت عندك الحق في السطح. بنفس السطح، قالوا لي في التحفير عندها حق في السطح، علاش تبني فوق منها؟ زاد بيت وكوزينه واللي فوق راسي كاريها، والوسطانيه ساكن فيها ومتسع لك مع راسك، وانا لتحت ساكنه في بوليت. يعني زاد مشى لك حتى الكراج؟ مشى لي حتى الكراج، الكراج دابا سيادو فيه واحد الغاطي يخرج لي منه الفار، خرج لي صداق الزيت يباتي فتفت عليا، كندير الدواء ما كفيت فيه. ولدي مسكين راك شوفي فيه بالك عقب فازي فوق الكرسي، الثلاجه ما سفين نحطها، المويكينه ما سفين نحطها ديال الصابون، الكرايري ساعه تيشتي حالتها، الموي يجيوها تيشتي حالته، فين غنبلك؟ فين غنقعد؟ كيفاش هاد المراه تسكن؟ كيفاش تنضيع في حقي؟ كيفاش؟ داك المحامي اللي قول كاني، درت الثاني كاني، وانا بالك مقرضه، هانتوما تشوفوا في الحاله. هاد المحامي يعني كتقاتلي مع الوقت باش توفريها.
ملي تعيط لقيت يقول لي جيت حاضري، ملي تمشي نحضر تندير يديك على فم، ملي نبغي ندوي تيقول لي اسكت تنسكت هك، ملي نخرج يقول لي الحكم راه هطرافي وهطرافي. كيفاش كيفاش ما يعطونيش حقي؟ حتى انا بغيت هاد المحل نتسافر دير فيه، ما عادي لا ميتيال، ما عادي خلصه، ما عادي راجل اللي صاقر عليا، ما عادي حتى واحد، ولي راه كل عارف راسه. وعندك يعني حتى الهم ديال ولدي، وعندي الهم تاع ولدي مريض، وعندي التحاليل ديال الرباط فيها تحامي مولاي عبد الله، عندي التحاليل راك شتي اختي الوراق محطوطين، راك غادي تصوري مني كيفاش مني غنجيب هاد الشيء، مني غنجيب ما ستا واحد في كتافي اللي يعاونني ويوقف معايا، والمحيله وقع مسدود ليا دابا مسقط، خاصهم يعطوني حقي. تنطالب من هذاك المحل ديالي ما كاتبوش لي العدول مضيعني فيه، ملي مشيت عند المحامي قال لي راه ذي بحك العدول اش غندير لك، كيفاش هاد العدول تيذبحني وما يبانش لي حقي؟ خاصهم يصيفطوا معايا معيين يشوف هاد المحل، يشوف الكوزينه فين تنطيب، الكوزينه عباد الله في الباب، نحط الكوكوط ملي تنخرج تكون الشتا تصب عليا وانا تنطيب. هاتي دابا تشوفي اختي الكوزينه كي دايره، انا صورو كلشي، لا بغا نحط المقلاج نحطه في الباب، البوطه على البويب، كيفاش انا تنضيع في حقي؟ كيفاش وانا شاريه في الاول مقاريه ما عارفه، ما عارفش ما شريت عن حق تخشيت، جاو معايا واحد جوج مع تكالوني ولا شوف الله العالم، ضغطوا عليا عاد دخلوا دارو قال لي هاد المحل زين هذا اللي مشريتيش عسيري تموتي. لحقت انا معاك تكاري عبيت، تنحط البوطه في قنت، تنبرك انا في قنت وولدي في قنت، تنقول صافي عشريت هاد المحل، خلصت وقارحو بالجير قلت صافي هذا هو الدار اللي بغيت انا. ملي دخلت دازت واحد الخمس ايام وانا نقول موينتي انا فين انا، حتى نصيب البروده نايضه معايا وصرق الزيت داخل ليا، والغيره راك تشوف في حال كيفاش اختي ندير انا. واليوم اختي تنطلب من المساعده يوقف معايا شي واحد ساعدني في داك المويحين ما نبقاش ضايعه فيه، رانا مكارفسه. ولا يعني كتشوفي كتقولي حقك، رانا مكارفسه ما عرفتيش كديري تجيبي، ما عرفتش كيفاش نجيب، وانا ما عارفاش انا عامره ما قاريش، ما عارفاش كيفاش ندير. دابا السبيطار تنتم غادي ونسول على الطوبيس، ما عارفه النمره، ملي ندخل على الطبيب ثاني تم غادي نسول ما عارفاش كيفاش فين نمشي. هاي عباد الله راكم تشوفوا في الحاله، انا داويه خاصكم تعتقوني في المحل يعجب ليا، ولدي توا مريض خاص من يساعدني ويعاونني عليه، كلشي باغي تحليله يلاه دايره ب 11000 الاولى دايره ب 5000، تنشي في الكار ب 2000 ونجيب 2000 مع الكورونا زادوا المركوب. ملي نزل ملي نزل في في القامره خاصني طوبيس للمحطه، خاصني طوبيس لمولاي عبد الله، خاصني طوبيس يقول لك سيري جيبي لنا ديك جيبي لنا ديك جيبي لنا ديك، وتمشي على وحدي ما تيمشي معايا حتى واحد على الله، راه فيا الزمان راسي راسي. قلتي يا مولتي واحد الكلمه دابا قبل ما نبدا، وقلتي لي دابا راه غادي درت واحد التحليله خصني دابا نجمع نمشي نخلص، عطيتي 3000 باقا لك 7000. راه شتي الورقه راه شتي قرايتيها؟ يعني غادي تشديها، وقلتي راني خايفه وهزه الهم خفت نمشي ويقولوا لي تنعسي. يقول لي تنعسي، عاطيني واحد الانذار في شهر 12 وخايفه خايفه اللي يقول لي تنعسي. ولما خلي ولدي يا عباد الله لمن نمن ومريض، الا خطيت تيبقى بالك في الباب يتسنى فيا تنجي، يقول لي اعطيني امي وكندير لك غندير يا عباد الله، انا هز الهم، كانت المهم معاوناني مشيت ليا باتت، كيفاش يا عباد الله كيفاش؟ راه تا واحد هاد الخطرات يقول لك على راسي راسي، تا واحد ما يعاتقك، كيفاش يا سيدي ربي؟ راه قلبي راه عامر، راني نادي يا اختي ما عاد قلت لك تا فهاد قلبي، تا فهاد قلبي، تا من سطرين عطيت راسي هذا قال لي عاد هذيك نادي راه تفك لك المشكل. كيفاش نتمنى نكونوا لك سبب خير يا ربي. تمشي عند مع تاتي يعاونك، تمشي عند مع تاتي تقعدوا معايا يقول لي دير التحليله ب 11000، دير التحليله ب 5000، قال لي دير ولدي عند ما بقاش يدير ولدي عند، قال لي ما بقيناش نديروا التحاليل عندنا. يعني واش ورم سرطان؟ يعني فاتحه من مولاي عبد الله. يعني عندك سرطان؟ مولاي عبد الله رباطي. لا اله عدي ومكابره ودير راسي ما مريضاش وعدي القوه ونايضه. تنعمر ديك الكراريس حلوه، ما عندي حد خصني نقاوم المرض. تنعمر نفافق نعمر حلوه وتمشي للحديقه ديك الحدا مرجان وتنبرك فيها، ولا قلت وشهدت هما تجيو تصيبوني ثم في الحديقه. هاد الحلوه وهادشي اللي كتبيعيه راه تنبيع الحلوه ونبيع النفافق بهاد الكراريس هادي باش ناكل، وتنخدم عاد الخياط، نخدم العقاد، نخدم الشوشه ديال الجلالب، وهذا الشيء يقول لك كاين. انا ما نخزن حتى شي حاجه، انا صريحه انا صريحه ما نخزنش. لي يقولك عدا ولا شي حاجه، عندي جوج ولاد مطلق عليهم تما مع وليداتهم خدامين خدمه على قد الحال، راه تما مساكن مع ولادهم ومع عيالاتهم، تما مساكن مع ولادهم ومع عيالاتهم، راه تيجي عندي وليدي تيفاكر فيا، ولكن مسكين تا على قد الحال، تما راه على قد الحال، انا مطلق على ولادي حقا، ولكن راه تما مساكن على قد الحال. الاولي مطلق عليهم وهذا ما تبواه، هذا ما تبواه راه معايا الصقع، درت له الميل مع مرت بواه نكراته، قالت لي ما واش ولدنا، والواسي تيتقابحوا معاها تيقول هذا راه خونا، راه ولدنا هذا راه ولد خونا، وهي بنت الحرام ما عطاتنيش حقي، انا دعيت الله تعالى
في الاخر لاحوه قال لي راك مسجلاه في واتزام دايره لولا كارت. انا درت لولا كارت على حسابي باش يقرا، ما بغيتوش يضيع. البوه ما عوض لولا كارت، انا ما نعوض لولا كارت، نخرجو مجهول. رانا صايبت لي لاكارت باش يقرا وباش نقابل له العمر. شنو السبب في هذا المرض نفسه؟ مسكين مرض، راك تشوفي في حالته كديل السروال ما تيبدلو ممسخ. بغى مسكين يتوهم ليا، مشى لطاليان واحد الحارقه سقعه حرقه مع موالي ليبيا ومرض تماك نفساني. ملي عيط عليا يقول يا امي راه خوالي عايروني، قال لي راك ما عندكش البو. وقال راه بوه بعماتو عباد الله، راه في بوجنيبه بعماتو بوه عايرو خوتي، قالوا لي ما عندكش البو راك حرامي ملقط. وانتي كنتي ولدي مرض كنت مجوجة بواحد خلفي ولدتو معاه وخوتو شهدوا لي راه الدوسي كاينه انت غتصاوري لي دابا. تقابلت مع مرت بواه ما عطاتوش حقه، قالت لي ماشي ولدنا نقزوا الواسي. قال لك ولد خونا بواه حيت مات دابا ما كاينش حاضر، وانتي تقولي ماشي ولدنا راه غدا امام الله غادي تشارعي معاه، راه ولدنا هذيك. وفي الاخر ما عرفتش عطات عليا الفلوس ومشات لاحوا لي الدوسي. والدري دابا مسكين مرض نفساني راه حالته تيتوهم لي بشر طالين ولا في عيشه زينه. كان حرق واحد الحرقه لليبيا ومشى من تما قطع، لقاه واحد الخويا داعتي انا وبيه مسكين شدو واحد الشهرين معاه. قال نقلب على راسك راك جيتي هنا قلب على راسك، ما عرفش مسكين خرج بقى تيتلاوط مع تشكمه ولا دق البلا ولا الله العالم. جاني دايخ دق عليا في واحد الفجريه، ملي دق عليا اللي عطاني 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 الكرش صافي من تما عطاني الكرش وليت دايزه بالدمايات. من تما صحتك حتى انت ولات اللور صافي. ملي مشيت للطبيب قال لي شوف لالا خاصك ديري واحد العمليه بالك الاربعه ما كمل عليا. قلت له ناري ديال اش العمليه ولدي مريض وما كاين فين نخليه. قال لي لالا شاهدي بالله وخلى وراح عمري قلبتك برحمه سيدي ربي ولدك راه مع الله ومع مع الناس يقابلوه حاد راسك دي. وعمر لي العباسي ورقه ومشيت لمولاي عبد الله فتحت والحمد لله درت الدواء صحيت جيت لاباس. ولكن دابا الكونترول ما محيداش 12 عام دابا كل 6 شهور تنمشي ولكن خاص الاعانه. لا فين مركوب انا دابا تنمشي وفين تحاليل وفين وفين وفين. ملي تنمشي عندهم تينشعوا معايا بديك التحليله تيقول لي ديريها ديال 12000 ديريها ديال 14 ولكن كيفاش؟ انا غتجيبيها انت كتبيعي غير النفاخات وحلوى دابا النفاخه تنبيعها ب 3 دراهم للدراري، الحلوه بجوج دريال، هذيك الشوكولاته ب 5 دريال. يلا بغات دير لي هذا الشيء ولكن انا عندي القوه ما ترضاش واخا كما ترضاش عندي القوه نايضه ما نديرهاش راسي مريضه. تنمشي للحديقه تنبرك تنبيع داك السرايط تنجي عشيه تنصيبو بالك في البيت تيقول لي امي عطيني الفرنك باش نشري الكارو تنعطيها الفرنك ولا شات لي ديك 300 تنجيب بها سكايكر نجيب بها خويز نجيب بها زويته اللي خاصني تنجيبها ودايره القوه فيا واللي ما لحقتهاش تنقول لها رجع في الله اللي شتات ناكل اللي ما شتاش ما تناكليش انا صابره. ولكن الدواء والسبيطار هو اللي تمني انا. الله يغلبك. الدواء والسبيطار. انت عندك دابا تحليله قريت فيها 500 درهم 10000 ريال. عطيتيهم 3000 في 10000 دابا هاد الشهر شحال خرجت مني 20000 ريال. درت التحليله الاولى ب 5000 وطلعت عليا المشيه ب 5000 هي 10 وجيت ثاني درت هذه ب 11000 عاد الشرفاوي بكيت عليه بحال هكا قلت له انا مزاوقه فيك الشرفاوي ما نقص ليا نقص ليا 1000 مشيه بشويه. قال لي مع ديال لما ندير لك تمشي لفرنسا مع ديما ندير لك تمشي لفرنسا كتمشي لفرنسا. قال لي التحليله مع ديما ندير لك تمشي لفرنسا ودرتها والحمد لله يا ربي والشكر لله. تنطلب الله يتعالج لي ولدي يعاونوني عافي وليدي يتعالج لي شويه باش خلاه نعود ندير معاه والحمد لله راه كل يعيش برزقه. ونطالب من المحيي اللي ست شي مساعد يعاوني فيه اجي نفهموا ارجع ليا الناس يعني المشكل ديال المحل نوضي معايا نوريهم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في سمعتوها كتهضر على الدار يعني المحل ديالها غادي نشوفوا الحاله شوف واخا قالت لك نوري لكم فين ساكنه وفين عايشه. هذه هاد البيت هذه هي فين كتسد على راسها على ولدها مريض حيت ولدها مريض كتخاف منه كتخليها انا نوريكم هو فين كاين. هي كتسد عليها بهاد الباب في هاد البيت دايره الماكينه كندير الساقطه بحال كدير مسكينه الساقطه باش تقدر تنعس في امان لان الولد مريض ما تعرفش شنو ممكن يدير ليها. شوفي بحال فعلا مسكينه هي قالت لكم كنسد عليها بحال هكا الماكينه الصابونه انتم كتشوفوها يعني معاها في البيت هاد الماريو هكا يعني هنا فين كتاكل هنا فين كتشرب هنا فين كتنعس هنا فين حاطه الكروسه ديالها اللي فيها ديك الحلوه والنفاخات وهذا الوليدات يعني
صعب 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 يعني. علاش علاش انا ندير بحالك؟ علاش المحل يضيع لك؟ واخا شريتي محل يلاه جا وانت نفهموهم مزيان، ماشي الا كان معنا شي حد اللي يوقف معاك. ازتي ازتي هاد السده هذه باش تلقاي غير فين تحطي شي حاجه اخرى باش ندير داك حوجي. نعم يلاه تمشي تريفيزا راه فين محطوطه. نعم زيد منتي نشوفوا وري لهم المحل اللي مشالك هنا خوتي ملي ما تزراجيش من 99 ياك 99 فاش شريت 99 باش شريت في 1999 شريت هاد الدويره هادي. هانتوما غادي تشوفوا هاد المحل اللي كتقول لكم هاد الحيط انا نوريكم من هنا هذا هو كاراج مشاليها كتقول هي مشاليها يعني ملي كتدخل من الباب هانتوما هانتوما كتدخل من الباب كتلقى هاد الكوزينه هذه هي الكوزينه هاد الكوزينه يات 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 الخويطات اللي كنخدم ها هما كديري العقاد هات ربي يعاونك هادو هما اللي قلت لك دايره كوكوت نخرج نغرمهم انت دايره الكروسه كتبيعي ديك الحليوه وداك الشيء وفي نفس الوقت كديري هاد العقاد تنبغي هاد الشيء تنبغي تشدني العرق ها موت يسمعوا بيا تشدني العرق اذا مع الدخله كتلقاو هاد الكوزينه هذه شوفوا معنا ماشي كوزينه يعني غير في مراح في الدخله نيس دايره هاتي شوفي هاتي هالسطوله فين محطوطين هاتي ما تمسك فيني بالقاع هاتي صافي خلي ملي كتدخل هنايا هاد الحيط اللي اون فاس معنا هو كراج نهار اللي شريت قالوا لها الكابينه الطواليت غير تحت بعد تندخل ما تنوقفش سطر لا اله الا الله سبحانه وتعالى يشوف من حاله والله يوقف معاها ويجيب ليها اللي وقف معاها ومع ولدها يا رب. هذا هو المحل تخرج ليا من الفارة من هنا من هنا تخرج هاتي اختي ها شوف سكينه عايزه تعرف كيف خليني نخرج انا نيت شي فار شنو هي هذه اختي علاش انا تنعيش بحالك علاش ما يعطونيش حقي علاش يعني هذا هو المحل دابا اللي كتقول مشى ليها ها هو فيه قولي المقاله ديال الضو هذيك المقاله دابا ديال الضو شاده المحل حتى هو لا راه شاده في المحل ديالي شاده في المحل وشاده الدار يعني انت مضويه حتى على ذاك المحل والله العظيم وانا عرفت دخلني ندخل لي مسكين ماشي هي هاك شوفي اذا هنا خوتي تتقول لكم هاد الارمله انا تحقرت شوفي داخل شوفي داخل نعم داخل لك في الدار قولي انا ما تقولي بنت حدا تفضلي امتي احكي هاك شوف الناديه واقفه مسكابه مسكينه كيفاش تلفت شوف واش انا كيفاش تنضيع في هاد المحل كيفاش ما صايباش حتى فين تحرحز الماكينه ديال الصابون عند راسي كريسي عند راسي تليفيزا حدايا السيد هذا شنو ما درتوش شي حل شنو كيقول لك هو قال لي لا قال لي مكبر كرجو قال لي ديالي هما تيقولوا لي لا راه ديال التحت قلت يقول ديالي يعني فاش مشى المحافظه كيقولوا له ديال الدار التحت قالوا لي في المحافظه هاد المراه خاصك دير معاها قيس ما راكمش شايلين على الشي ديالها انت ما عارف حقك وهي ما عارفه حقها واش انت قالوا لي قاري هات هالورقه راه دار السفلي ديال التحت والتلفوق وتتسال معاك على الشي ديال وتسالي عاك في السطح وعلاش تبني فيوق منها قال لي من لا راه دمي حالي قالوا لي لا شارين على الشي ديال راكم ما دايرينش قسمه مخارجه خاصك هاد المره تفاهمي معاه ديروا قسمه يعني خاصكم دابا ديروا قسمه قسمه قال لي ولا تدير جوج المليون ومن دير جوج المليون تبقى الدار هكاك تنموت انا ولا تموتي انت ونخليو لولادنا بحالك هو يعني كما قلتي هو كيتسع وانت مضيقه هو قام تسع هالفوقانيه راه ساكن فيها الوسطانيه في فرشها زاد بيتو كوزينه في السطح تتصبن فيه مرتو وهذاك الشيء اللي زاد هو انت كتسالي فيه هذاك الشيء كنسال فيه انا وعلاش يزيد فوق مني البني وانا كان انا عاونتو عليه ما عرفتش انا عاونتو عليه قال لي الناس العنزه ولا خاص تشيلو القايد علاش تعاوني فيه عليه عطيتو القايد واسم العدي وحط السيمه وطلع من جابها دخل عدي هنايا لهذيك القنيته خصو جاب كاشو بغا يقعد على السيمه في الباب قلت له دخل دخل لي السيمه لداخل ودخلها لهذيك القنته حط مع شي 100 خايشه شي فوق شي في هذيك القنته تال الصباح وجاب الخدامه وخرجوا وخلى لي التراب تنشطب فيه وتنقول خلي جاري وانا ما عرفتش ملي راح الدار قال لي الناس علاش ما تشيش للقايد واش تي معاونه معاه على الداله هذاك راه حقرة راه داير كلشي دابا مشى المحافظه ملي مشى المحافظه قال لي جيب لي تسكن لتحت ملي مشيت انا وياه وديت له الوريقات قال لي لا المحل محسوب على التحت منين دوزي انت تحافظي راه خاص البقعه تحافظها المراه تحت ودابا هو بس محل اجي اختي وهذا المحل دابا هو داه صافي اما محل لوج دابا قال لي الواكيل اش دير فيه قال له راه مسدود قال له راه مسدود قال لي شنو داير فيه كيفاش مسدود يعني هنا النداء ديالك وجهي دابا الا كيشوفك هو نيت اشنو تبغي تقولي ليه اش غنقول ليه ما بغاش يتفاهم معايا دابا قطع الحس الميل فلاحو ليا قول الميل فلاحو ليا انا كالونا المحاميين هما كالوه وانا كالوني وقال راه ما عطى وانا ثاني انا ما عطيت ودابا ضعت انا هو ضايع كيفاش هاد المحل ما يبان ليا لا انا لا ليه
كيفاش؟ خاصو يبان لي هذا، راه من حقي انا هذا من تحت مني، معايا في داري، واش راه عباد المحل معايا شوف، معايا، علاش يدي هو كيفاش؟ هو راه عندو 3000، يجيو يخرجوا هاد المحكمة، تخرج معيدين، يقلب الدار ويشوف ويتسارع، شوف هاد المرة فين تطيب، وشوف هاد المرة فين تتنعس، وعاد يعطوا لي، واش كاين شي واحد الفوق تيسكن الفوق يدي المحل تحت؟ هادي راه ولا عقل، كيفاش هاد السيد تمضيعني وانا نضل نتقابل معاه مع شي 5 سنين انا غادي جاي عارقي تيتساكف، وانا عندي المرض وعندي مرض مزمن ما خاصنيش نبقى نتصادع، طبيب مانع عليا هادشي، تيقول لي لا ما خاصكش تلقاي واقفة هاك وتصادعي على شي حاجة، وانا دايرة القوة فيا، راني عييت، راه ما عيطت لك انا هادي اختي تصافي تهديت، انا رضايعة في مو يحيلي. ضايعة في مو يحيلي، وعندي المشاكل ديال ولدي، وعندي المشاكل ديال الدو، وعندي المشاكل ديال المصاريف ديال المرض. وحيدة بوحدك. كوزينة شتا تتصب عليا وانا نطيب، شتا تصب عليا الكوكوط في الباب اللي داس يبقى يشوف فيا، انا نعجن وبنادم يشوف فيا، علاش؟ كنطالب من المحل شي محسن يوقف معايا، المحامية الحقروني، تنمشي انا داوية داير لي حاشاك بحال الكلبة، واخا نضل نبح، الله العالم بيناتهم. يعني كتشوفي راه عندك حقك، كي غادي ديري تجيبيه؟ ما عرفتش، هو عارف منين يمشي ويجي مع رجاله، هو حيت راجل بسيفتو راجل، انا مراق، المراه ديما محقوره، تنمشي كاك حاضره راسي ما كيعقلوش عليا، تيقول لي جيره كاينه الزلشه اليوم، ملي نمشي وانا عارف لشي حاجه، ملي نمشي ما تنصيب حد، ما تنصيبو هو، ما تنصيب محامي، ما نصيب حتى واحد، حتى المحامي ديالك، حتى المحامي ديالي ما تنصيبوش، حتى تمشي عادو للمكتب، ملي نمشي عادو للمكتب نقول اش درتي، تيقول لي ورا داس اليوم الجلسه، لا عكوني هانيه، راه من حقك غادي يعقب لك، ولكن هاك هذاك وعقب ليا في الاخر، لاح ليا الميلك، يلاه لاح ليا الميلك، كان ليا 60000 ريال، قصيص كان ليا 40000 ريال، تنسلف وندي لي، نخيط من الدفايرات وندي لي، ولا ما خاصني نسلفها وندي لهم، في الاخر قال لي هاكي، وعلاش؟ الله يكون في عونك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه صرخت مسكينه قالت لك قلبي ضرني، قلبي ضرني، هذا نداء وهذه صرخه وهذه استغاثه ديال الارمله اللي كتناشد المحسنين، كيفاش تنعيش انا؟ تقول لهم شكون اللي بقيت فيه يعاونني، شكون اللي يشوف من حالي وحال ولدي، شكون اللي كيشوف بان عندي حقي يوقف معايا. شفتوا الولد ديالها يعني مريض، حاولنا انا ما نركزوش عليه بزاف، ربما يتستفز بالتصوير يدير شي تصرف، طلبوا الله سبحانه وتعالى، الله يشوف من حاله، الله يشافيه ويعافيه، والله يكون معاك باش تكوني معاه، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافيك ويعافيك، وما تنعسيش في السبيطار باش تقدري تكوني حداه. هز الهم مسكينه لواحد التحليله اللي مشات دابا خلصت فيها 3150 درهم، وبقى لها 350 درهم مازال ما خلصتهاش. ها هو التوصيل وعاد المركوب باش تمشي للرباط، وكتقول عن خفت نمشي، ويقولوا لي خصك تنعسي، هزه هم فين تخلي ولدها. زيد عليها خوتي شفتوا فين كينعس؟ فوق الواد الحار في هذيك البيت لداخل، شرات دار ولكن 99 شرات على اساس هذاك الكراج ديالها على ما يخويوه ليها. من بعد كتكتشف انه مشى للمحافظه، السيد شرا ومشى للمحافظه باش يحفظ، لكن المحافظه قالوا له لا، هذا المحل تبع للسيده لتحت، خصك هي اللي غادي يمشي ليها هذاك المحل، تحفظه بجوج ديالها وانت ديالك. لكن هو كما تقول حسب قوله تقول كبر كرشو، وعندهم يعني شارين على الشياع، يعني عندها الحق حتى في السطح، زاد بنا الدوزيام ودار البرومي والدوزيام وزاد بنا في السطح، هذا الشيء كله تقول لك تنسال في حقي، فين حقي وكندير نجيب حقي، وشكون يوقف معايا، وشكون يكون في جنبي، وشكون يجري معايا، وشكون يطرق معايا ابواب. لان انا يا سد على راسها مسكينه، المهمتي شنو دايره؟ دايره كروسه، شوفوا هاد البوسيط هادي دايره فيها حلويات ومسكه ويعني ومشوارات، لانها كتبيعهم باش تجيب درهم وجوج درهم، مسكينه باش تجيب يعني ولو درهم على درهم على درهم، تجيب المصروف اليومي وتعطي لذاك الولد اللي مريض. هنا حديقه فاش كتكوني؟ من مورا مرجين ديال الفردوس، مالك يا ما قصدي ديك الحديقه الفردوس اللي حلو اللي تفتحت جديده هذه حدا مرجان، تما فين تنكون هذيك ماركلي، والله يجي البوليس يجروا علينا بعد خطرات الشيوخ، تيقول حيدي، علاش يجروا عليا الشيوخ؟ شيخ ديال الشيخ محلى كاروسي جا قال لي حيدي حيدي منا حيدي حيدي، يجروا عليا علاش؟ فين نمشي؟ نمشي نخطب؟ نمشي نسعى للجامع؟ نمشي للجامع نقول معطوني، راه تنبيع على راسي بكتيالي، ما ترضاش ما ترضاش نقول للناس يعطوني، يعني حتى هذا يعني كنتمناو حتى اللي كيشوفونا يديروا لك شي مشروع زوين اللي تقدري انك تعيشي منه
بلا ما تحقري بلا ما تدلي بلا يعني ما تبقيش في الشارع العام محقوره. قلت لك مادام دفع عليك الكروسه ديال الحق الحديقه تقولي عادي تساك كتمشي تدفع مسكينه هذه الكروسه حتى للحديقه يعني من حي السلام حتى للحديقه يعني مسكينه مريضه ودايره عمليه. اذا هنا خوتي راكم شفتوها وسمعتوها وبغات حقها وكطل شفتوهم انا مهمتي الوراق شفتهم. لا لا هو اللي يهمني ما كاين اللي ما تيفيه ها هو ها مسكينه يعني باش كتبع في الورقه الثانيه ها هي الورقه الثانيه والورقه الاولى والورقه خاطيه. الله يشوف من حالك والله يشافيك ويعافيك. الله يشافيك ويعافيك. هذه عافيني في شهر 12 شو واش نعس فيها ولا شو غير ان شاء الله ربي يشافيك ما تنعسيش ديري الدواء ديالك وترجعي لعند وليدك تقابليه ان شاء الله. كاين مخاوف ديالي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نذكركم برقم الهاتف ديالها. لازم نشوف التليفون الاخر فين حاطه. كاين شي اللي دايرني في الدواء ديالي ولدي ويقولي مصدعني. هزه همه مسكين. انا نصبر انا ولدي اللي مصدعني. ما فين التليفون الاخر؟ ما حافظاش النمره ديالك ياك؟ لا. واخا انا نحاول نجبدها من اذا مشاهدي قناه شوف تيفي رقم الهاتف ديالها 06 13 89 26 73. رقم الهاتف نعاودو مشاهدي قناه شوف تيفي عندها غير مكالمه عاديه غير تليفون عادي. نتمنى انكم توقفوا معها 06 13 89 26 73. كنتم على المباشر من مدينه